أحيي الأبطال، أبطال المقاتلين في الجبهات، أحييهم وأشد على أيديهم الأبطال الذين يسطرون أروع الملاحم هذه الأيام، يردون عنا الصائلين الظلمة، ويدفعون يدافعون عن الحرمات وعن الأموال وعن الأعراض وعن الكرامة الحقيقية، لا الكرامة المزيفة الظالمة التي يتبناها المجرمون. أحييهم وأبشرهم بأن من قتل منهم محتسبا مقبلا غير مدبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة وذكر أنه شهيد. فأقول لهم: عليكم أن تثقوا بنصر الله تبارك وتعالى القريب بإذن الله، وأن حفتر ومرتزقته مهزومون مخذولون إن شاء الله قريبا، لأنهم ظالمون ولأنهم مفسدون، والله تبارك وتعالى لا يصلح عمل المفسدين. اثبتوا واصبروا، إن النصر صبر ساعة. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولأهمية الصبر في المعارك، صبر أهل الحق، لأهمية صبرهم ذكره الله تبارك وتعالى في هذه الآية مرتين، الأول بقوله اثبتوا، ثم في آخر الآية اصبروا إن الله مع الصابرين. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ويقول تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. تمحيص هذه الحروب بين الحق والباطل، تمحيص. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين.